اللهو لم يحرمه الإسلام، نعم، ولكن جعل له آدابا وضوابط. اللهو الفرح، الأفراح بتاعتنا، أيوه. أنا عندي وقت فراغ ممكن أعمل فيه إيه؟ أنا هعمل فرح ممكن أعمل فيه إيه؟ أنا هعمل عيد ميلاد ممكن أعمل فيه إيه؟ كل الأمور دي الإسلام لم يحرم علينا أبدا ولم يضيق علينا المتعة، نعم. بل لو نظرنا لوجدنا المباح كتير قوي. طب والحرام دايرته ضيقة، اعمل فرح. البعض متصور يا شيخ عوده العكس، العكس، نعم. يعني لا والله ده ما تفرحوش ما تعملوش. لذلك سادتنا العلماء فرقوا ما بين نفسين، نفس طائعه ونفس خبيثه. النفس الطائعه ترى ان الحلال كثير والحرام ضيق، وعكسها النفس الخبيثه ترى بان الحرام كتير قوي والحلال ضيق قوي. على قدر ما في النفس، على قدر ما يفتح الله لك أسرار هذه الحياة، وأسرار وقتك إزاي تستغله، وأسرار متعتك إزاي تستغلها. فالحلال كتير والحرام ضيق. نعم. طيب نيجي نقول بقى الناس قد إيه فطرتها جميلة قوي. أيوه. نعم. يعني يقول لك إحنا لو فرح ولا عمرة؟ لا، عمرة. عمر. جميل. نعم. طيب إحنا ممكن نعمل فرح على الضيق وفي نفس الوقت نوفر لبيوتنا، فكرة جميلة جدا. احنا ممكن نعمل فرح على الضيق والباقي نطلع بيه عمرة، ما كفاش عمرة ممكن نروح نتفسح بيه، نعم. او نخليه لبيتنا نستغله، خاصة في بدايات الزواج بتبقى الحياة ضيقة شوية وما فيش حد بيتجوز، معلش اقساط متلتلة زي ما بنقول، وعليه حاجات، فبيفضل سنتين ثلاثة كده مش عارف يبص حواليه. طيب مدرس في باكستان حكى لي حكايه جميله قوي. راح فرح، فالمهم فوجئ بان الناس ملمومه وواحد قاعد بيقرا قران، فهو فكر ان في حاجه حصلت، فبيقول للراجل الموجود بيقول له هو ايه اللي حصل، انا كنت جاي فرح. قال له ما هو ده الفرح. نعم. قال له ازاي؟ قال له احنا بنقعد واحد يمسك مصحف ويقرا لنا قران، نعم، والعروسه كذلك، وبعد كده بياخدوا بعض ويروحوا على البيت بتاعهم. الله، نعم. ايه البركه دي؟ نعم. اذا دايما الانسان لما عايز يكون حياه او يبدا حياه او يبدا مشروع او يبدا اي حاجه مهمه في حياته ابداها بالطاعه. ده حضرتك لخصت الكلام كله في الجمله اللي قلتها وقالها لك الرجل الطيب ده. عايز تبدا حياتك بلاش تعصي ربنا في الليله دي. احنا ليه لازم نخالف ربنا؟ البركة هتيجي منين؟ افرح بس ما تخالفش. شيخ عويضة، ان ده لا يتنافى مع الفرحة خالص. يعني بعض الناس أبداً. ممكن تقول ايه، ما انا يعني انا خالص. مش عايز اعصي ربنا بس عايز افرح. ما تفرح. لذلك نقول كده العروسة يغنوا لها ويطبلوا لها ومعاهم في الستات زي ما هم عايزين. نعم. والرجل يفرحون له، مش فيها ابدا. الاسلام لم يحرم عليك ذلك. نعم. ولكن الانسان يكون منضبط، منضبط في فرحه، منضبط في حتى في الحزن، منضبط حتى في العبادة. نعم. شوف حتى العبادة الشرع قال لك انضبط فيها، بلاش تسرف على نفسك وتشدد علشان ما تزهقش، وفي الحرام علشان تجيلك البركة بلاش الحرام، لأن كل حاجة لها مردود على الإنسان. فلذلك الحقيقة كلام الناس جميل قوي، ده يدل على إن ما زال الناس فيها طبعا. والحمد لله طبعا. فيها فطرة وحب فطرة للشرع وحب لعدم الإسراف وعدم التبذير، والإنسان يكون متزن، وأي شيء يكون فيها اتزان عند الفرح وعند اللهو، وكل شيء في حياتك لو فيه اتزان ومراعاة لله سبحانه وتعالى كل شيء هيمشي بطريقة جميلة. جميل جدا.